إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم حيث أسدل نادي دبل حصن الرياضي الثقافي الستار عن فعاليات نشاطه الصيفي الذي أقيم تحت شعار عطلتنا غير، وشهد في مرحلة تنظيمية التي استمرت شهرا كاملا أنشطة متعددة أقبل عليها المشاركون واستفادوا من البرامج التي قدمت في مقر النادي والذي كان بإشراف مجلس الشارقة الرياضي. نتابع هذا التقرير ولنا عودة. تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي دبل حصن الرياضي الثقافي حفلاً لختام فعاليات صيف الشارقة الرياضي الذي استمر قرابة الشهر تحت شعار عطلتنا غير، وذلك في مقر النادي. استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أحمد عبد الله النقبي مدير إدارة الاتصال المؤسسي كلمات الحفل الختامي، شاكرا فيها جميع المشاركين الذين استثمروا عطلة الصيف بكل ما هو مفيد ونافع، ومارسوا في المعسكر الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنمي مهاراتهم، متمنيا أن يجعل المشاركون الرياضة أسلوب حياة لفوائدها المتعددة. اليوم بفضل الله تم ختام البرنامج الصيفي الذي استمر على مدار 4 أسابيع، تكللت جهود الجميع بالنجاح بفضل الله، بفضل المشاركات الكبيرة التي بلغت 580 مشارك بمعدل 200 مشارك يوميا، كذلك تنوعت الشراكات، فشكرا للجميع على حضورهم، شكرا للمشاركين. والاستراتيجية التي يخطو بها مجلس الشارقة الرياضي ننفذها نحن الأندية في مدينة الشارقة بشكل كامل. نحن في المدينة الفاضلة مدينة دبل حصن كانت لدينا أهداف تم تحقيقها، تم استثمار وقت فراغ الأبناء، كذلك اكتساب الكثير من المواهب، والحمد لله النهاية كانت جميلة واستطعنا استقطاب الكثير من الأبناء وكذلك الاستفادة من مهاراتهم في توظيفهم في المرحلة القادمة بإذن الله. تضمن حفل الختام تكريم المؤسسات المتعاونة التي شاركت في إنجاح معسكر عطلتنا غير تقديراً لجهودهم المبذولة، وكذلك كرم الفائزون بالبطولات المقدمة في البرنامج الصيفي للنادي واستلموا الكؤوس والميداليات المميزة. شاركت في معسكر نادي دبل حصن عشان استثمر وقتي في الإجازة، شاركت في كرة اليد، استمتعت، تعلمت كيف أحرص في كرة اليد، وتعلمت الجيجيتسو عشان استثمر وقتي واعرف كيف ادافع عن نفسي. اليوم جاي اقول لكم انكم لازم تشاركوا بالنادي لان استفدت وايد اشياء نفس من كرة القدم وشطرنج وسباحة ووايد اشياء، انصحكم انكم تشاركوا. وشكرا حق النادي وبعد وصلت بالنهاية من كرة القدم ووصلت في المركز الثالث، وأنصحكم أنكم تشاركون في النادي. يهدف نادي دبل حصن الرياضي الثقافي من خلال المعسكر الصيفي إلى إعداد جيل يتمتع بقدرات رياضية وثقافية وفقاً لأعلى المعايير، وإكسابه من مهارات متعددة من خلال برامجه المتنوعة. إذن مشاهدينا، عطلتنا غير هذا البرنامج الذي يعد برنامج متميز لمنتسبيه من الطلبة، ويعني هذه الشريحة العمرية من خلال إشراف مجلس الشارقة الرياضي
وإشرافه على جميع هذه الأنشطة المقدمة من جميع الأندية في إمارة الشارقة تحت مسمى هذا البرنامج الذي قدم الكثير من الفعاليات، إن كانت فعاليات بحرية، فعاليات في الأندية بمرافقهم في جولاتهم مع الجهات الأخرى، فبرنامج كان متكامل حقيقة لاحتواء الأطفال والطلبة في هذه العطلة الصيفية كي تكون عطلة مفيدة للطلبة لاستغلال أوقات الفراغ. إذن ما زلنا بنفس النطاق واستغلالا أيضا لأوقات أبناء المنطقة الشرقية وتعريفهم بأبرز المعالم السياحية الترفيهية، نظم ناشئة خرفكان رحلة بحرية لمنتسبي هدفها استكشاف جماليات جزيرة القرش بمدينة خرفكان وتعزيز مفهوم رياضة السباحة لديهم. نتابع هذا التقرير ولنعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم معنا من شاطئ كورنيش مدينة خرفكان. اليوم بننطلق إن شاء الله مع مركز ناشئة خرفكان وبالتعاون مع شركة الساحل للمغامرات في رحلة بحرية ممتعة، بتكون إن شاء الله رحلة استكشاف وصيد وغوص سطحي. خلكم معنا. رحلتنا لليوم من خلال برنامج صيفكم ويانا بنقسم طبعا إلى ثلاث فرق، الفريق الأول بيبدأ في رياضة الغوص السطحي، والفريق الثاني بيمارس طبعا صيد الأسماك، والفريق الثالث بيستكشف جزيرة القرش. تعالوا معنا. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى جزيرة القرش، ومن هذه الجزيرة انقسمنا إلى فريقين، فريق الأول بيمارس رياضة الغوص السطحي، وهذه الرياضة تتطلب وجود النظارات والزعانف، وأيضا لازم أن نتبع إرشادات الأمن والسلامة من قبل المدربين. أما عن الرياضة الأخرى بتكون استكشاف لجزيرة القرش والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. طبعا احنا اليوم برنامجنا كان تعاون ما بيننا بين ناشئة الشارقة بتحديد فرع خرفكان، حوالي تقريبا 25 إلى 30 مشارك شاركوا معنا في هالرحلة. رحلة تضمنت عدة فقرات خليناها معظمها على ساحل خرفكان. الرحلة عبارة عن تعريف في هذا الجزيرة، معالمها، آثارها، كنوزها، أيضا الخط الساحلي الممتد من خرفكان إلى وصولا لأنها الجزيرة. فرحلتنا كانت تعريفية، لهذا سمينا احنا الفريق الاول المستكشفين اللي هم يستكشفون الجزيره، الفريق الثاني ايضا عندنا اللي هو فريق الغواصين يستكشفون قاع الجزيره، طبعا زودناهم بالادوات المطلوبه، عده السنوركلينج، النظارات والانابيب، وبداوا يغوصون. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام برنامجنا لليوم برفقة مركز ناشئة خرفكان، استمتعنا جدا في هذه الرحلة الشيقة اللي تمد الأطفال والأجيال الحالية والناشئين بعدد من المهارات والثقافة المختلفة عن مدينة خرفكان ومواقعها السياحية. إذن مشاهدين ناشئة خرفكان وناشئة كلباء وناشئة دبل حصان، جميع هذه المراكز التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أنشطة ثرية وقيمة ما زالت مستمرة جهودهم في احتضان الأطفال والطلبة وتقديم مثل هذه البرامج المتنوعة، إن كانت سياحية، رياضية، ترفيهية، تعليمية، ثقافية، فهي تصب في مصلحة المنتسب و
جهودهم ما زالت مستمرة حتى الآن من خلال هذه الأنشطة. إذن مشاهدينا، نرى الكثير من الأشخاص المهتمين والمهتمين بالفن بطريقة كبيرة، ويقبلون على احتراف الرسم والنحت والتصوير وغيرها من الفنون الجميلة. ولكن في الجانب الآخر نرى بعض الأشخاص يستهويهم الرسم باستخدام الرمال، فقد لا يحمل اللوحة ويعود بها إلى منزله، بل يمنح رؤية للناظرين بالمتعة والجمال تفوق أي شعور آخر. اليوم في برنامج حديث المساء يسعدنا أن يكون معنا أحد الرسامين الذين اتجهوا إلى الرسم على الرمال ثلاثي الأبعاد. نرحب معكم بالرسام الكريم عمر المغربي. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أهلا يا أستاذ، تحياتنا لكم، شكرا على تواجدنا معكم، وننقل تحياتنا لأخواننا المشاهدين. إن شاء الله نكون خفينا الظل عليكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عمر، وشكرا لتلبية الدعوة بأن تكون معنا في هذا البرنامج ونتحدث عن الفن والرسم ثلاثي الأبعاد عن طريق الرمل. بحد ذاته الفن هو رسالة، والفن هو يعني ثقافة جدا جميلة. الفن أتوقع هي لغة أيضا بين الشعوب. صحيح. فاليوم نتحدث يمكن عن هي الهواية والشغف في جانب معين أتى للأستاذ عمر فأصبح من خلالها مبدع في هذا المجال. هي كانت بداية القصة برسمة وجهتها لأحد أصدقائك، وكانت هذه لاسم هذا الصديق، فشعر بالسعادة وأعجب بهذه اللوحة، ومن ثم أخذت على عاتقك أستاذ عمر أن تدخل في هذا المجال وتمارس هذا المجال ثلاثي الأبعاد بالرسم عن طريق الرمل. لعلك رأيت فيه جانب ينمي ذائقتك أستاذ عمر. أنا جيت على دولة الإمارات سنة 85 تقريبا، سنة 90 ابني داخل المدرسة مثل ما تفضلتي، فعنده مشاركات فطلب مني، أنا الهواية عندي قديمة ولكن نميتها في الإمارات، فعنده مشاركة كان احتفال أتوقع يوم العيد الوطني، هذا الكلام تقريبا بالتسعين، فرسمت له رسمة وأخذها على المدرسة، وفعلا أجتني رسالة شكر من أستاذي الله يذكرها بالخير، رسالة كنت أتمنى تظلها معي لليوم. هذه هي كانت الانطلاقة. سبحان الله. نعم. سنة 90 أجتني رسالة من مدرسة التربية الفنية، يعني مش أي شخص، فهذه أعطتني دافع، يعني أنا الهواية عندي قديمة من أيام المدرسة، ولكن فعلا نميتها بالإمارات هون، يعني الحمد لله رب العالمين. وبلشنا بالرسم، عملنا لوحات كبيرة تقريبا مساحات شاسعة، يعني عملت لوحات. بالنسبة للرمل برضو كان لي رسمات 3D على الرمل قبل تقريبا 20 سنة، ولكن منقطعة. نعم. في وقت كورونا كان عندي وقت فاضي أو وقت يعني كثير، فكنت أروح على البحر، فمن هون صارت شغلة الرمل. نعم. أو النحت على الرمل. عملنا لوحات الحمد لله رب العالمين، شاركنا بلوحات اجتماعية، لوحات وطنية، الحمد لله رب العالمين. نعم، يعني هذه هي النقطة كما ذكرت أستاذ عمر. نعم. أن البداية كانت يعني في التسعينات، يعني أكثر عن 30 سنة. نعم. وقدمت الكثير من الأعمال البارزة، كونك متواجد في دولة الإمارات ومحبتك لهذه الدولة وانتمائك لهذه الأرض، واليوم حنفخر بوجود أخوة لنا من الدول الأخرى، نعتبرهم هم أهل لنا في هذه الدولة، وهم أيضا السند في بناء هذه الدولة. فدخلت في هذا المجال بشكل أكثر وقدمت أعمال متميزة أستاذ عمر، نتحدث عن هذه الأعمال التي تعتبر إنجازات لك أيضا بنفس الوقت. شوفي يا أستاذ، الشاعر أو الرسام إذا مرقت مناسبة معينة وما شارك فيها بحس حاله يعني مقصر بالضبط. فأي مناسبة، يعني إحنا أجينا الإمارات، فهذا من رد جميل يعني للي شفناه من أصدقائنا، يعني ما حسينا بالغربة، يعني فترة طويلة عشناها هون ما حسينا بالغربة نهائيا. نعم. فأي مناسبة لازم نشارك فيها، مناسبات. نعم. اجتماعية، مناسبات وطنية. يعني نرى هذه الأعمال اللي يعرضها لنا المخرج أستاذ عمر، هذه جدا جميلة، مسبار الأمل، حلم زايد يتحقق. الحمد لله. فخرنا وطن، أتوقع هذا العمل اليوم الوطني، وأتوقع هذا أيضا للكويت، دولة الكويت. اجتماعات برضو في مناسبات عربية
نعم، اليوم العالمي للمرأة، جميل النحت بطريقة جدا أيضا هذه للمملكة العربية السعودية. يوم العلم، أعمال متقنة بدقة 30 متر مربع، 30 متر ما شاء الله. نعم، المستحيل ليس إماراتيا. إذن أستاذ عمر، يعني أعمال بدقة جميلة باحترافية، يعني كم يأخذ منك من وقت هذا العمل؟ وهل هو جهد شخصي بدرجة كبيرة؟ يعني لا ليست هناك مساعدة من أشخاص آخرين؟ المناسبات الوطنية أولادي بيساعدوني، الحمد لله رب العالمين. الله يحفظهم لك يا رب. ويحفظك، الله يسعدك. أولادي بيكونوا معي، حتى كمان هم على فكرة أنا من عائلة فنية بس مش معروف، يعني أنا وعيت على الحياة، وعيت على الألوان، على ريحة الألوان من صغري يعني. فبيطلعوا معي بيساعدوني بالتصاميم، كمان بناخذ رأي بعض، فعندنا تواصل. حتى الأطفال عندنا ما شاء الله أحفاد برضو بيساعدونا الحمد لله رب العالمين. الأعمال هذه طبعا بتأخذ وقت على حسب الكلمات الموجودة، كل ما كثر الكلمات. يعني بعطيك مثال، مثلا نكتب مثلا اسم عمر، بده تقريبا من ساعتين إلى ثلاث ساعات بين كتابة وبين حفر وبين تصوير، ثلاث ساعات. ومع ذلك أنا بكون غايب السعادة. أنا إذا ما رحت البحر يعني صار إدمان، لازم أطلع البحر، لازم يعني مثلا اليوم تعبت بقول بكرة مش طالع، بيجي بكرة بطلع. يعني في شيء بيربطني بالبحر، سبحان الله. في هذا المكان، هي طبعا ما بدها راس مال، مش مكلفة، لكن هي بدها جهد. بدها جهد، ويعني أول شيء هواية بستمتع فيها، ما بشعر بالوقت اللي بشتغل هناك ثلاث ساعات أو أربع ساعات، ما بحس بالوقت. شغلة ثانية رياضة. رياضة لمجهود. صحيح. يعني أنا كبير بالعمر، لازم يعني حتى لو ما طلعت على البحر أطلع على الكورنيش أعمل أمشي أو أحرك جسمي، بس أنا بستمتع بهذه الهواية، استمتع جدا. جميل. يعني قبل الهواء كنا نتحدث أستاذ عمر، ونتحدث كنت تتحدث عن العزل الصوتي في الاستديو، وتتحدث عن هذه الإمكانيات في الصوت، وتقول أنا أبحث في هذا المجال حتى يعني عندما يتم تصوير ما قدمته من رسم، تضع بعض الأجهزة التي تنقل الصوت الطبيعي لمن يتابع هذه الأعمال. نعم. فتبحث أيضا في هذه التفاصيل حتى يصل العمل بصورة جميلة. نعم. لكل. نعم. من يتابعه يسمع صوت حفر الرمل، لأنه إحنا بنشتغل في منطقة مكشوفة، لازم أطلع صوتي يعني على أساس أتكلم وكذا، فبصير أصوات الهواء، فلازم أن يكون في أجهزة صوت تعمل عزل وتعطيك حساسية صوت، نطلع صوت الحفر. صراحة كمان هذه كمان إدمان عليها. يعني ما خليت نوع مايك اللي جبته. ما شاء الله. والله الحمد لله. نعم. فاتجهت إلى هذا النوع من الرسم أستاذ عمر، الحفر بالرمل وصنع هذه الرسومات ثلاثية الأبعاد، لماذا اخترت هذا المجال عن غيره من الورق، الرسم في الورق أو الإلكتروني الآن كما هو أصبح دارج؟ والله ماليش بالالكتروني، انا من الناس الطيبين القديمين. نعم، جيل الطيبين. بس اولادي يعني اولادي هم. نعم. يعني ابني مخرج فني، مخرج فني في الفوتوشوب، ما فوتوشوب، بيشتغل بإداره حكومية يعني. الحمد لله. فانا ماليش في هذا الاتجاه، انا اتجاهي كنت ارسم لوحات كبيره على خشب وعلى بانر. اتجهت لهذا الشيء لانه ما بدك، بس بدك الفكرة، أنت تجد الفكرة، تجد الشيء اللي بدك تسويه، بس اللهم تعرف البحر، تشوف الطقس، تشوف البحر. نعم. مد أو مد جزر. والجزر. نعم. لازم 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 تشوف البحر جاي عليك أو رايح. إذا جاي عليك بخرب شغلك، فلازم تعرف. يعني الحمد لله صار لي فترة صرت أعرف المد والجزر، متى أول الشهر العربي شو بكون ارتفاع منسوب المياه، بيختلف طبعا. والحمد لله هذه كلها بعد ما انضربت، يعني أكيد الواحد ما بتعلم إلا لما بعض التحديات. نعم، يواجه. نعم. بعض المشاكل. صحيح. نعم. صحيح. نعم، الواحد بتعلم من الأشياء اللي بتصير معه، والحمد لله رب العالمين. بتطلع فيه طقس الإمارات ببين متى آخر مد وآخر جزر، فعلى هذا الأساس
بتحرك. نعم. ما بدي اي شيء، بس خلص الفكره موجوده، اطلع على البحر، اغراضي بالسياره. بروح بانجز اعمالي وما بحب اروح، بظلني هناك. فبروح يعني كنت اتمنى اظلني هناك يعني، بس شو اعمل. نعم، دائما البحر هو متنفس للبعض ويشعر به براحة نفسية، وأنت وجدت شغفك في هذا المكان أستاذ عمر، فأعمال جدا جميلة، وبالتوفيق بإذن الله في هذه الأعمال المقدمة. وسعدنا جدا بهذا اللقاء أستاذ عمر، شكرا لك على وجودك معنا في هذا المساء ومقدرين هذه الزيارة، وبالتوفيق بإذن الله. شكرا كثير، شكر لكم وشكر لأخوان المشاهدين، الله يحفظكم يا رب وجزاكم الله ألف خير. شكرا لك، شكرا لك. إذا مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم بإذن الله في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج حديث المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة.